الحين النتائج الفائز غاري باقي بس 10 ثواني. هلا ايش اخباركم؟ اليوم نسوي تحدي الرسم مع صديقاتي ريم وغزل. هاي فكرة التحدي اني راح احط منتج في الوسط مثلا هيرشي، اوكي لازم ترسموا نفسه بالضبط، واللي يرسم نفسه بالضبط راح ياخذها حقه. انا اول رسمه دونات. اوكي اللي يرسم دونات بالضبط راح ياخذها هديه. مدة الرسم 5 دقائق فقط. يلا 1 2 3 يلا صبوا الدونات. يلا بنشوف مين يرسم احلى شيء. يلا بنشوف. اوكي شوفوا. اوكي خلصت. غزل شو قاعد تسوين؟ يلا يا غزل. على فكره غزل رسامه، شافها خافي منها. اول شيء رسم دونات، الحين باخذ وردي تلونينه. يلا واو. ريم شوفوا ريم قاعد تبدا. ريم كيف الاجواء؟ حلو. شوفوا شفا متحمسه؟ ايه ان شاء الله تفوز بالدونات. يومي شوفوا شكلها مغلوق. بسرعه زين. غزه شو قاعد تسوين؟ غزل خايفة تخسر. يلا 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 بسرعة. يلا شوف شفا، شفا قاعد تسوي لهم أخضر. واو نايس. بنات بيخلص الوقت لين 10 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8. كده على الطاق. في واحدة سعيدة. خلصتوا؟ أول رسمة بنشوف رسمة غزل. شوفوا هاي رسمتها والله كيوت حلو. رسمة شفا، رسمة ريم، والله بختارك الرسمة أحلى من الثانية. يلا مين يفوز؟ غزل تريد تفوز وشفا تريد تفوز أنا وريم تريد تفوز. يا الله الفائز رسمة الدونات دون زعلت. يلا خذي الدونات حقك. اوه حسافة. بسم الله صراحة فنانة. شفا وريم زعلاناتكم. كيف طعم الدونت؟ حلو؟ حلو. قلت لكم انا بفوز ان شاء الله. الجولة الثانية بفوز. الجولة الثانية الرسمة بتكون شيف ستاكس. يلا بيرسم تاكس بالضبط راح ياخذها حقه. اوكي اوكي انا احب وايد هالشيء. حتى انا. يلا 1 2 3 بدا الوقت. يلا 5 دقائق نشوف نفوز. شوفوا ريم قاعد ترسم. ريم كيف سهل ولا صعب؟ سهل. اوكي بنشوف. شوفوا رسمة كيس الشيبس. شوفوا رسمة شفا. شفا قاعد تبدا ما تقدر تتكلم. شفا شو قاعد يصير معك؟ اوكي الأمور تحت السيطرة؟ ريم قاعدة تشوف رسماتهم مغلوبة. البنات كلهم ركزان. باقي بس 10 ثواني. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ستوب ستوب. الحين بنشوف رسماتهم. اول رسمه شفا. اوكي واو حلو ما شاء الله. اشوف غزل شو صار غزل؟ ليش تضحكين؟ بس تضحك كيوت كيوت كيوت. الفائز في رسمه احلى تاكز لليوم شفا. والله رسمت حلو. شوفوا حطوا شيء اسمه شنو؟ شو التاكس الحقيقي؟ شوفوا رسمة التاكس مال شفا. يس حط لفت. يلا افتحها. غزة زعلت. اعطيني لونه ازرق. يلا طعم حلو؟ مبروك شفا. ما فيش فجأة اعطيهم عشان قالوا مبروك. يلا خذي حبة. كيف التاكس الازرق؟ لذيذ.
حلو طعمة؟ انت كيف طعمة؟ شوف الزعزر ازرق. حمرا فيس. مبروك شفا. الله يبارك فيكم. الرسمة الثالثة تخيلي شو؟ شو؟ كندر جو. هذا الكندر اريدكم ترسمونه بالضبط، اوكي؟ اوكي. يلا بحطه بالنص. 1 2 3 بدا التحدي. شوفوا رسمة ريم، يلا بنات. يلا شفام شوف رسمتك. اوكي. غازة تحسي الكندر سهل ولا صعب؟ سهل. اوكي بنشوف، يلا شوفوا. شوفوا الكندر الأصلية، شوفوا مع الغزل. والله شوي يشبهها ما شاء الله. شوفوا شفاف بعد كتاب الحروف الحين. شوفوا بيضة ريم صارت كلها حمراء. ركزي ريم. خلص. خلصت ريم؟ ايه ولا خلصت. غزة خلصت وشفا خلصت. رسمة غزل، رسمة شفا، رسمة ريم. صراحة ما الغزل حلو، ما شفا حلو، ما ريم حلو. متوترة ما في الفائز. الفائز وأفضل كندر غ شفا. مبروك شفا، مبروك. الله يبارك فيك. صراحة شفا تفننت. باكل حبة. في داخل حبتين. اعطيني ريم وغزل. طيب شفا اعطتهم كل واحد 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 واحد. واو شوف الكندر كيف. يلا كلوا، قول بسم الله وكلوا. بسم الله. واو واو. حلو حبيبتي شفا اعطتهم. يلا في الهدايا. الف سدوب كيوت. انا لقيت خاتم. اشوفه جولة الرابعة. تحدي ترسمون مصاصة هابي فيس. اوكي اوكي. يلا بخلي المصاصة في النص. 1 2 3 ابدوا. هذا تحدي سهل. ريم قاعد تلون بلون اصفر. هالمرة بفوز. اوكي ان شاء الله. يلا شوفوا شفا. واو ما شاء الله نفسه بالضبط. شوفوا قاعد يبدعوا في رسمات المصاصة. صراحة ما طلعت كلهم فنانين اليوم. 1 2 3 ستوب. خلصتوا؟ رسمة شفا واو بالضبط نفس المصاصة. أشوف رسمة ريم، هالمرة بدأتي ريم. أوكي أشوف غزال. كان اسم المصاصة وايد سهل. اوكي الحين النتائج. الفائز احلى مصاصة لليوم غريب. ريم فازت. مصاصة الحمد لله. شوف غزل من غابة. غزل عادي كده على يد المصاصة. واو شكله وايد حلو. يامي حلو لذيذ. جولة الأخيرة. تحدي ترسمون هرش شوكولاتة. 1 2 3 يلا بدو رسم. يلا يلا شوفوا شباب قاعد تكتب هرشي. اوكي بتفوزي شباب؟ ان شاء الله. اشوف رسمة غزل؟ حلو؟ ما شاء الله شوفوا كيف. شوفوا مال شفا شباب قاعد تلون. وما يا شفا بعد ما لونتي صارت تخبصين. يلا بنات ستوب. خلصتوا؟ ايه هذا رسمتي شوفوا. تشبه الشوكولاتة؟ ايه. اوكي اشوف شفا. هذا رسمتي. اوه ماي جاد شفا كانت رسمتها وايد حلوة بس بعدين لما لونت خبصت. الفائز احلى رسمة للهيرشي غزل. صراحة
ما شاء الله غدا اليوم وايد فازت. بسم الله. بسم الله. عطيني شوكليت. عطينا. لا مالك. بس تقبل اليوم طلع لكم على السلامة.